أنا بصير أأذن حال صلاة الفجر، كيف ذي البنية؟ الحمد لله الحمد لله. تعرف أنا تراني طول الليل ما نمت. ما شاء الله، بيتنا يزداد نور اليوم بوجود هذه البنية. إن شاء الله يا رب يرزقنا ونسعدها ونعوضها حنان أمها، الله يرحمها. طيبتك يا أصيلة ومعاملتك الطيبة بتنسيها كل شيء. آمين يا رب العالمين. أنا أروح أطمن عليها لأنها مسكينة طول الليل كانت سهرانة. الله يعوضك من أجلك. يلا تمام. تمام. ان شاء الله اشوفكم متسلحين. ايش مستوى في الحاره؟ ما وقت الكلام الحين، سيروا خلي يخرج من داخل احسن لك وبالطيب. ومن هو هذا اللي خليه يخرج من بيتي؟ وايش هذا الاسلوب اللي تتكلم فيه يا ولد؟ اسمح لي معلم، نحن ندور على ود حسن. ود حسن؟
واللي يدور على ود حسن يدور عليه بسلاح؟ ايش مستوي؟ هذا الشيء ما يخصك، هو موجود عندك ولا لا؟ قلت لك تأدب يوم تكلمني. تكلم المعلم باحترام يا فهد. ود حسن صاحبك يا حبيب. خير، ايش مستوي؟ ود حسن ناوي على الشر يا معلم، ولازم اهل الحارة يوقفوا ضده. ما اظن العيبة تطلع من ود حسن يا حبيب. يلا يا جماعة الخير، كل واحد يروح على حال سبيله. المسألة اكبر من كذاك يا معلم، اكبر من كذاك. المهم خبرنا، ود حسن عندك في البيت ولا لا؟ ود حسن حبيبي عارفه اكثر مني، رجال ما ينضم في بيوت الناس، تعود المواجهة في المواقف الصعبة، واكيد حد مسوي له مكيده. حسبي الله ونعم الوكيل. روح اذن يا معلم وخلي الباقي علينا. اكيد ود حسن خرج من حاله، روح الحين وخلي الباقي علينا. الحمد لله، الله يشفيش ان شاء الله يا بنتي. كيف حالك خالتي اصيله؟ قولي امه، انا كذاك ازعل منش؟ انا في حسبة امش ان شاء الله. ما ها انت الحين احسن؟ الحمد لله، احس نفسي بيمشي من الفرح. لا 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 لا، انت لازم تسمعي كلام المقبره، قالت لش انت لازم يومين ما تتحركي من الفراش. ان شاء الله ما، بس اريد اشوف ابوي واخوتي. لحقتي تشتاقيهو؟ انا اول مره انام خارج بيتنا. كذاك انا عاد ازعل منش؟ هذا بعد بيتكم؟ ان شاء الله ما. أول مرة أسمع كلمة ما. يعني إيش؟ الخطة فشلت؟ لا ما فشلت، بس ود حسن، ود حسن شرد من الحارة وما بقينا مكان ما دورنا فيه، وبدون فايدة. المهم عندي الحين إن أهل الحارة اقتنعوا بكلام حبيب وصدقه. إلا ما اقتنع، حبيب أعطاها فلوس. أنت تعرفي أهل الحارة محتاجين وغصب عليهم صدقوا. إذا أنت لا تخبر راشد عن هروب ود حسن. خلي الباقي علي أنا. إن شاء الله طال عمرك، بس ود حسن لو عرف اللي لنا دخل في الموضوع ما راح يسكت، وأنا حاس إن موسم التمثيل ما راح يمر على خير. بس ود حسن عارف ان حبيب هو اللي محرض اهل الحارة عليه، واحنا وانا دخل في الموضوع. ولو حبيب تكلم؟ حبيب ما جاي يتكلم خاصة دي الايام. يعني لو هيتي تعطينا فلوس باش معنا. بس حبيب ما نفذ الشرط اللي بينه وبينه، ما قتل ود حسن، لكن قدر يخلي اهل الحارة يكرهوه وما بعيد انهم يقتلوه، وهذا واحدة يريد له مكافأة. اسمعني انت الحين، روح مع التركبة ولا كأنه شي صار، ومن يجي المغرب تعالي وانا اقول لك ايش تسوي. ان شاء الله ان شاء الله طال عمرك، تأمريني امر. وما عرفت السالفة يا معلم؟ للأسف الشديد ما عرفت، الا ان ود حسن مسوي قضية كبيرة وخلي اهل الحارة يدوروا عليه وبسلاح ونص الليل وفي كل مكان. شيء غريب. معقولة يكون حبيب ناوي ينتقم من ود حسن علشان ما تأسف له قدامنا؟ معقولة؟ لا يا منصور لا، أظن إن السالفة أكبر عن كذاك. إذن هين ود حسن؟ لازم نتكلم معه ونعرف منه السالفة. ود حسن ما يندرى عنه هو وين الحين، والغريبة إن سعود ما جاي يصلي معنا صلاة الفجر. يا رب استر. معلم
قوم خلينا نشوف سعود من الدكان وندور على ود حسن. اقل حاجه نبغى نعرف ايش مستو في الحاره. قوم يلا. اللهم اجعله خير. امين يا رب العالمين. امين امين. هذا. نعم. لا تنسوا الغداء وزودوا من الاعوان. وكم العدد؟ سويوا حال 70 شخص. انا احتمال اني ما برجع الا بالليل بعد المصطاح. خليوا هذا بيريك وربعه يجيبوا الغداء بعد صلاه الظهر، يوزعوه في التركبه وفي المقصوره، ولا ينسوا الحمارين. يلا ان شاء الله. هذا انا ما محصله من وراك غير التعب. المفروض حالي نص محصول التبسيل بكل سنه عن تعبي وهلاكي. انت طول عمرك ما تشبعي. وين ولدنا سيف؟ هنا. انا موجود يا ابوي، تريدنا اساعدك بشيء؟ خلي مبيريك علمك ركوب الخيل. ان شاء الله يا ابوي. مبيريك علم ولدنا ركوب الخيل واهتم فيه زين. مبيريك جاهز طال عمرك. يلا تحرك تيب. يلا شوف عبود وحسو نايمين هنا. شوف نحن معلم، نحن قدام دكان سعود وهذا للخسوف نايمين ومعهم عصا. عجب صحيح. بس خذ حذرك منهم. عبود حسون. عبود حسون. عفون صحيح. الشمس فوق روسكم. عفون خو مو باين. عم سعود قايل اليوم ما شاء تطريح حمقات. من عمي منصور العوار ولو معلم؟ حتى انتو باغين الضرب سعود؟ عبود من ضرب سعود؟ احنا ما نعرف من ضرب انه، لكن حصلنا مضروب. اظن حبيب ضرب انه. احنا صرنا نخبر ود حسن ان قتلوه. ومن باغي يقتل ود حسن؟ انت ما عندك خبر. اهل حارة ضاربين سعود وباين قتله ود حسن، ولو ما خبرنا انا وعبود. هذا الكلام صحيح يا عبود؟ ايوه عمي صح. ود حسن شرد. لا حول ولا قوة الا بالله. ايش مستوي في الحارة يا جماعة؟ وين سعود الحين؟ سعود في دكانه ومضروب. صبرا نهمة. عمي سعود. عمي سعود. عمي منصور والمعلم هنا يبغيوك. افتح الباب عم افتح. نزور رقية ما نعرف ايش اخبارها. لا تخاف يا سعيد، خالتي اصيلة طيبة واجد، والحين لازم نواصل الرقاط عشان نبيعه ونهاطي الكبش منه. اليوم تمثيل عمنا راشد. ايوه فرصة. يعني عمنا راشد اليوم ما راح يرسل حمد وجماعته عشان يجي يشتري الرقاط منه. وليش ما نروح نرقص مع الجداد؟ كيف؟ لو حد شافك انت كيف تفكر يا سعيد؟ كيف؟ لازم ناخذ حقنا ولو غصبا عنا. لا يا سعيد، السرقة حرام وحقنا مسؤولين عنا الكبار، واللي يقوله أبونا ننفذه. بس يلعن بليس يا سعيد، يلعن بليس. أوه يلا خلينا نروح نلقط. اليوم هو أول يوم في التبسيل. نعم. ويستمر 7 أيام. نعم. وأبو سيف يحذر عن التكاسل والتخاذل. عبد الله سليمان. نعم. انتوا هتكونوا مع الحمارين زين، ومسؤوليتكم تراها. ماشي الحال. ناصر. نعم.
هلال انتوا هتكونوا مع القدادين والمراد وتراها المسؤولية عليكم كبيرة. البسر على طول في التركبة والسح يجمع في المكان اللي اتفقنا عليه. ناصر ابو سيف يقولكم انتبهوا حال الحريم اللي يشلن السح في بيوتهن. تسمع؟ واي حرمة تأخذ اي شيء ولو حبة سحة طردوها من الشغل. ثاني. نعم. ياسر. نعم طال عمرك. انتوا هتكونوا في التركبة مع النار. حاضرين. ويلا الحين كل واحد يروح يشوف شغله، وابو سيف هو بنفسه بيشرف على الشغل. سمعتوا؟ نعم. شاء الله. يلا تفضلوا. حياكم حياكم. كمال. تبعوني. شيء غريب وعجيب، من يفسرنا ايش اللي مستوى في الحاره؟ وليش الناس تتصرف كذاك يا عم علم؟ اللي تستغرب منه يا منصور انه حبيب بن ناصر مجمع اهل الحاره ضد سيف الحسن. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذول الناس نسيوا المعروف والخيرات اللي قدم لهم ود حسن. زين ان ود حسن سمع كلامك وقدرت تقنعه انه يختفي عن الحاره في هذا الوقت. لازم نشوف ود حسن ونتكلم معاه ونفهم منه السالفة إيش اللي صارت. ود حسن وحده مستغرب ما فاهم شيء. حبيب أهل الحارة انقلبوا ضده وقاسي يدوروا عليه وناوين يقتلوه. استغفر الله، هذا حسد. لازم نتكلم مع حبيب يا منصور. اللي مثل حبيب بصراحة حرام الكلام معه. لازم يا منصور تشوف حبيب. وأنا عبود حسون. نعم عمي. إذا حد جاي وباغي يصلح مقز ولا اي شيء قولوا لان سعود اليوم ما متفيق يحدد. ان شاء الله عمي. سعود وناوي تسوي؟ منصور يروح عند حبيب ويفهم منه السالفه، وانا في الليل اروح عند ود حسن اقول باللي صار. قوم يا معلم وصلني عند حبيب، وانت يا سعود انتظر منا الجواب. تعال تعال بسرعه يا تعال يا جماعه. بس كون حذر يا سعود، أكيد حبيب بن ناصر يراقبك علشان يعرف مكان ود حسن. لا تخاف يا المعلم لا تخاف، أنا مسوي استحياطي. انتوا ما خبركم سعود مو تسويوا؟ ايوه قالنا مو نسوي، بس اذا انتوا ما حب جاب شيء. عمي معلم هين نروح؟ روحي عند خالوتكم اصيله، سوت لكم ريوق روس وحسن. روس وحسن روس وحسن خليه يدلك حسن خليه خليه روس وحسن. هلا وسهلا وحدو خلالو يا انتن وانتن وانتن خلالو وحدو 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 خلالو وحدو
الكوس هبه للراحة وهلي الشقالات هبهم ويلكوس هبه للراحة وهلي الشقالات هبهم ويلكوس هبه للراحة وهلي الشقالات هبهم وهلي الشقالات هبهم يلكوس هبه للراحة وهلي الشقالات هبهم حبيبتو انت مالك تنوفخ لعم بليز وقوم دخل داخل. انت ما تعرفي شيء. انا اللي اعرفه ان ود حسن ما مقصر معك في شيء وطول عمره صاحبك وموالي اللي راحت. كيف ارجعهم؟ كيف اقدر اعيش وعيش هذول الاطفال؟ اشتغل حالك حال الناس وهناك ربي يرعانا احنا وياك. سيري داخل ولا تسيدي ولا كلمه. هذا انت دومك قمت نفخ والزوفر. قلت لك سيري من قدامي سيري. لا لا ما كان مفروض ان اهرب. كان مفروض اواجه للحال اوضح لهم الصح. لكن من كان ناوي يقتلون؟ ليش؟ ويا ترى ايش قال لهم حبيب؟ وليش حبيب يتصرف كذاك؟ اكيد المساله وراها رشد مسمار. في البدايه طلب مني ارحل من الحال وبعدين هددني. لكن ابدا ما ود حسن لي ينهار يا راشد. طيب يا ابي طيب يا راشد. ليش تتصرف كذا يا حبيب يا خاين يا ناكر الجميل؟ نسيت سيف بن حسن؟ نسيت نور الحارة وواحد من شبابها الطيبين؟ نسيت؟ ليش ما تتكلم؟ قول شيء رد. لا ما نسيت لكن بسني يا منصور بسني. ما اريد اعيش فقير مثلك. مسرحتي احترقت واموالي كلها راحت. من هينفعني من؟ طيب ويش ذنب سيف بن حسن؟ هذا صاحبك وتعاهدتوا على الخير والشر سوا. سيف بن حسن مال الوحيد اللي يدور عليه. كل اهل الحارة تريد قتله. ليش؟ ايش سوى؟ انت اللي لازم تتكلم لانك اكثر واحد يعرفه. لكنك كنت اول واحد يدور عليه ويحرض الناس ضده. عشان فلوسي وحياتي لازم انفذ الكلام. كلام؟ كلام من؟ كلامي وحدي. ضربني وهاني. ايش هذا الكلام يا حبيب؟ الظاهر وراك حد.
ما توقعنا انك نذل وجبان لهالدرجة. منصور لا تنسى انك في بيتي. اخ عليك يا حبيبي. اخ لو السبعة تخرج من بيتي. خارج خارج يا حبيبي خارج. قول أصيلة كيف حال رقية الحين؟ هيا قدامك شوفها حلوة وعروسة وجميلة لكن بعدها تبكي. ليش تبكي يا بنتي؟ كلميني حد زعلش؟ أكيد خالوتش أصيلة هي السبب. هذا أمي ما خالتي. بارك الله فيش يا بنتي. بس بعدش ما قلتي لي ليش زعلانة؟ يمكن بعدها مشتاقة حيانها. لا 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 أنا كذاك بزعل منش يا رقية. نحن بعد مثل أهلش الحين أخوانش بيجي يزوروش. كنت مع أبوش وخبرني. صحيح معلم؟ صحيح يا بنتي. ها معلم رحت اليوم التبسيط؟ للأسف كنا مشغولين بمشاكل ود حسن وأهل الحارة. خير إن شاء الله مو مستوي. سمعتي ضرب الباب؟ هذي أخوانش جايين يزوروش. استريحي استريحي أنا بروح أفتح الباب. يا الله المفروض إني أعرف كل كبيرة وصغيرة واي خطوه تخطوها لازم اعرفها. بس طال عمرك من حقك من حقك يا ابو سيف. بس عاد انت امرهم وهم بينفذوا. انت ايش قصدك بعد؟ قصدي يعني مساعدينك حمد اخوي والناس اللي تعتمد عليهم. انا خوفي من ولد حسن انه ما راح يسكت. ولد حسن الحين كل شيء ضده واهل الحاره وحبيب يدوروا عليه. انا اللي ما قادر اصدقه انه هذا الحبيب كيف ينقلب على ولد حسن بهذه السرعه. كل إنسان ويله نقطة ضعف. المهم خلونا أنتم من دي السالفة الحين. إيش أخبار تبسيل اليوم؟ هذا أخوش عندش ويخبرش عن كل شيء. أنا تعبان وحاسب تعب أبغى أرتاح شوية. تمسوا بالخير. الله يمسيك بالخير. تأمرني أمر طال عمرك أنا بخبرها بكل شيء. يا عبود احسنت عمي سعود. احسنت ها عبود ها حسون شفتوا ولد حسن مع الوادي؟ شفناه وجاي هو متلثم وعبود خافه قام يصرخ. انت خايف منه ما انا بعدنا انا مسكت لك سمك ان تفرخ وحد يسمعك. كذاب انت ابو خايف ما انا. انت ابو خايف انت ابو خايف انا ما خاف. المهم اكل العشاء. لا عمي ما طاع يوكل بس قال انه يبغى يشوفك بسرعه. زين خبرتوه هين نتلاقى؟ ايوه خبرناه وراح بسرعه. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. بس لا تخبروا حد. زين ان شاء الله يا عمي ان شاء الله.
سمعوني، إذا كنتوا تحبوا ود حسن وخايفين عليه من القتل لا تخبروا حد، فاهمين؟ إن شاء الله عمي إن شاء الله. ولا يهمك. يلا. شوفي يا ولدي، يلا مع السلامة. أبوي قال لك علمنا ركوب الخيل، روح جيب لي الحصان الأحمر السريع. بس يا سيف الحصان الأحمر عنيف وأنت ما تقدر له. أنا فارس، لا تكثر من الكلام، روح مثل ما خبرتك. إن شاء الله، لكن أنت روح وخلي الباقي علي. ولا يهمك يا عمي إن شاء الله. تخسروني موسم التمثيل؟ ايش هالكلام هذا؟ طال عمرك احنا طول عمرنا نتمنى لك الخير. طال عمرك طال عمرك وطال عمرك. انتوا كم من تحطوا داخل مراكل كم من؟ طال عمرك ياسر وثاني هم المسؤولين عن النار والقياس عندهم. طال عمرك قصر الله عمرك، روح نادي اليوم ان شاء الله. طال عمرك بس انت لا تعصب ولا تزعل نفسك. انت غبي يا حمد غبي، كثر ما فهمك ما تفهم. انا ما قلت لك ان النار زايد عن حده هتحرق البصر والضيعه. ان شاء الله طال عمرك ان شاء الله. خفوا عنا خفوا. حاضر طال عمرك. خسرونا نعم خسرونا. شيء عظيم، لكن اذا ود حسن هرب وما قدرتوا تحصلوا عليه. يكفي ان اهل الحاره صدقوا فيه وبدأوا يخافوا منه، وهذا كله له تقدير عندي. بس للان ما تنفذ اي شيء من اللي اتفقنا عليه. للان الموضوع ما تم. بس لا تنسي أنا إيش سويت عشان أخلي أهل الحارة يصدقوا السالفة ويكرهوا ود حسن. لا تغفل عنه، لحقه في كل مكان وهات لي أخباره أول بأول. ولا تخاف، كل اتفاقي معاك بيتنفذ وكل شيء وقته حلو. خذ هذه الفلوس الحين وانت خارج، لا تخلي حد يشوفك ولا تجيني إلا لما طرش عليك وعندك أخبار جديدة. إن شاء الله. على فكرة أنا طرشت حال حرمتك تشتغل معي، وعلشان الناس ما تسأل من هون وفي الفلوس يا حبيبي. أحسنت يا عم يعني. ها طعف ما انا
بس ما حسن حسن تعال قول فين عمك والحسن؟ احنا ما نعرف شيء وما نقول شيء لان عم سعود قايل ما نخبر حد. ايوه اذا احنا قلنا لك ان عمي ولد حسن وعم سعود اتلاقي مع الحصات الطايحه انت هتخبر ويموت. زين حسن يوم ما قلت لهم خلاص احنا ما نقولكم ضحوا يلا خلونا نلعب ولا خباكم تعالوا نسوي هبي يا ضاعف يلا جلسه لا جلسه يلا يا جماعه اكيد سعود الحين مع الحصى الطايحه وراي وابوي هذا كيف عرفوا ما عرفهم يا حبيب ايه تعالوا تعال كيف عرفتوا كيف عرفوا حسون ما عرفهم بكون تقاعد لهم شويه ليه متى بظلك ذاك هارب من الحاره واهلها وخايف ارجع لها ثلاث ايام وانا على هالحاله ما عارف ايش اللي مستوى حوالي تكلم يا سعود تكلم يا سعود ليش ما خليتنا اواجه مصير مع الحاره وايش اللي مستوى بالضبط ما عارف ايش اقول لك يا ولد حسن منصور المعلم هم بعد ما فاهمين شيء مثلنا وخلاص خلاص ولد حسن يظل طريد السيوح والاوديه لازم اسوي شيء لازم اسوي شيء يا سعود يقول لك منصور اصبر شويه لانه راح يقابل حبيب ايش قال له حبيب ما فهم منه شيء بس اكيد اكيد حد وراه حبيب كرهه فيك اذا ظنك حبيب انت روح الحين يا سعود خلي الباقي عليك ولد حسن هين رايح رجع ولد حسن رجع فاطمة زوجة حمد شمق المسمار جاي وصلت لي باغتلنا اشتغل معهم وين في القاضي المبسلي حبيب سل عبي اخوتك سل حبيب حبيب اكلمك ها مو قلتي اروح ولا ما اروح هذا انا بتعشى خسارة اللي جالس يصير في الحارة يا معلم خسارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الواحد ما عارف إيش الصح وإيش الخطأ أنت ما قدرت تفهم من حبيب إيش قاصدين يسووا في ولد حسن؟ أنا اللي فهمته من حبيب أنه كل همه يرجع فلوسه ويوقف على رجوله ويلوم فيها ولد حسن أنه ما سوى له شيء هذا في الظاهر أما الباطن في حد في السالفة جالس يوزه ويستغل ظروفه يعني المال والفلوس تسوك ذاك في الأصحاب يا منصور والله لو عندي فلوس كان عطيته جاهل وخليت ولد حسن يرجع الحارة الحارة أكيد محتاجة حال واحد مثل ولد حسن زين يا منصور ما رحت تشوف راشد أخوك يمكن الرجال تغير صحيح وبيرجع لك شيء من أموالك والله لو عطاني 70 قرش كان أعطيهن حبيب وخليه يتنازل وترجع الأمور كما كانت وعلشان كذاك يا معلم أنا بروح له واطلب منه وهذه أول مرة بطرش له الأولاد بكرة يخبروه زين تسوي على الأقل تعرف نواياه بعد كل هذه السنين زين يا معلم نتلاقى باكر في صلاة الفجر إن شاء الله يلا يا رقية سمعي كلام أمش أصيلة يا بنتي إن شاء الله با زوروني كل يوم إن شاء الله يلا يا أولاد يلا معلم مع السلامة يا رأي معلم الله يحفظكم حياكم الله حياكم الله الله يحفظكم أحسن أحسن يا أولاد حياكم الله مع السلامة مع السلامة حياكم الله سعود
وين ولد حسن؟ سعود قلت لك وين ولد حسن؟ ايش يا حبيبي؟ ناوي تضربني مره ثانيه؟ انا ما اريد اذيك يا سعود، لكن اريد اعرف مكان ولد حسن. جاوبني. خليني اروح في حال سبيلي، انا كان كل قصدي امنع الشر، وانت عارف زين يا حبيب انك ما تقدر توقف وجه سيف بن حسن. زين يا سعود، اتوصلك الاخبار. يلا يا جماعه، اكيد هو قريب من هنا. انت دوره من هنا وانت دوره من هنا، وانت تعال معي. ليش الناس تريد تقتل سيف بن حسن؟ انت صغير يا سعيد، خل هالمواضيع للكبار. خليه يتكلم يا عبد الله، خليه يسال. يا ولاد، سيف بن حسن رجال نشوي ويحب الخير، بس واحد في الحارة يكره ود حسن ويتمنى للشر، واستغل ظروف حبيب. صح أبوي، هنسير باكر مع عمي عشان ناخذ من عنده فلوس. اي نعم يا عبد الله، قل له الوالد محتاج 70 قرش. لأنه ايش يا أبوي؟ قل له يا عمي اتق الله في الوالد، ترى عثران ومريض. صحيح يا أبوي، انت مريض؟ اي نعم يا سعيد، احس بضيق في النفس واتعب. الله يشفيك يا الوالد، الله يشفيك.